من تهجير إلى تهجير، هذا هو حال الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. العملية العسكرية الإسرائيلية التي جاءت مفاجأة على حي الزيتون صباح هذا اليوم تسببت بتشريد ونزوح آلاف الفلسطينيين من هذا الحي الذي يعتبر أكبر أحياء مدينة غزة، وتوجه المواطنون قصراً إلى المناطق الغربية وخاصة إلى مستشفى الشفاء ومحيط هذا المستشفى في منطقة حي الرمال في غرب مدينة غزة. يعطيك العافية يا أحمد، وين رايح ومن وين جايين؟ والله ما نعرف وين رايحين، جايين من الزيتون، تشردنا من مكان لمكان من مكان، كل يوم بنتشرد، صرنا فوق 100 مرة متشردين. إيش في بالزيتون؟ إيش بصير؟ قصف فوق لاب 16 بتخلع والطيران بيخلع ومش عارفين، طلعنا بأعجوبة طلعنا، يعني طلعنا من بلاي الشمشم مش عارفين، صار كيف لبسته، يعني موت بشكل يعني الله بيعلم. إيش بطالب؟ بطالب بدنا نوقف إطلاق النار، بدنا نعيش، بدنا الدول العربية تتدخل، بدنا حد يتدخل، مش قادرين، فيش عنا طحين، مش قادرين وين نشرد، وين رايحين شاردين، وين طالعين، مش عارفين وين طالعين، حنا بالشوارع السقعة والبلد أكلتنا السقعة، وين نروح؟ يعطيك العافية أخي، أنا شايفك طالع على المنطقة الغربية، أنت وين رايح؟ أنا والله عندي بقية سكان الشعب وعندي مصابين، واليهود مش ملاحقين من كل ندفة لندفة. كل منطقة بنخشها بنقعد فيها بخشوا علينا وبطلعونا منها. تمام، طيب ايش بتطالب؟ بطالب الله من عند الله، بطالب الله يحلنا وخلص. تمام، ايش الاسم نتعرف عليك؟ ابو عبد الله شويدح. شكرا جزيلا اخ ابو عبد الله، بارك الله فيك، الف سلامة عليكم. يعطيك العافية يا أخي، من وين جاي؟ وين رايح؟ مش جاي، رجع غربة. ليش رايح غربة؟ شاردين نازحين. ليش شاردين؟ الصواريخ والقذائف فوق روسنا. وين هلقيت الدبابات؟ في الزيتون وشرق غزة. تمام. حال المواطنون يقول: نحن في مأساة إنسانية وصحية وبيئية وعملية تدمير ممنهجة يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد منازل المواطنين، خاصة في الأحياء المكتظة من مدينة غزة. لقناتي العربية والحدث، خضر سعنون غزة.